السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعا يا رب. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة شوية. احنا كل فيديو متعودين ان احنا نتكلم عن مرض او نوع من الحمام او نتكلم عن الحمام، بس النهاردة بمناسبة السنة الجديدة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، اتمنى ناس كتير يعني تطبقه، لان انت لو طبقته السنة دي ان شاء الله السنة دي هتكون مختلفة معاك بنسبة كبيرة جدا، او على الاقل هتعرف انت موقعك من الاعراف في الحياة فين. يعني انت ماشي كل سنة، خلصت 2015 16 17 18 19 داخلين على 20، انت مش عارف انت بتعمل ايه، او انت مش عارف الحياة بتعمل فيك كده ليه. طيب عشان نخش في الموضوع على طول، احنا النهاردة هنتكلم عن اهم حاجة ممكن تعملها السنة دي وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة قوية، هو انك تحدد اهدافك وتكون متفائل. طيب الكلام ده رخم شوية، يعني اكون متفائل واحدد اهدافي والكلام ده كبير، ناس كتيرة ما بتعترفش بيه، بس خلينا يعني نجرب ولو جزء بسيط، نسمع الفيديو للآخر. طيب انا عشان اقيس بالنسبة لي سنة 2019 دي كانت حلوة ولا وحشة، بعرف انا عملت ايه، استفدت ايه، خسرت ايه. طيب كل الكلام ده انا هعرفه ازاي؟ هعرفه عن طريق الكتابة. يعني انا لازم اكون كاتب اهدافي بتاعة السنة دي، انا حققت منها ايه ووصلت منها او وصلت ايه منها. طيب ناس كتيرة من بداية السنة الجديدة وبالذات خصوصا النهاردة بيكونوا متحمسين جدا، بيقول انا السنة دي هتغير، انا السنة دي هعمل حاجات كتير، انا السنة دي بتاعتي، السنة دي هعمل فيها كل حاجة. وتبدأ السنة دي يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، الواحد بينسى هو كان امبارح بيفكر فيه، عشان الكلام ده مش مكتوب. طيب في دراسة في جامعة اسمها جامعة سانتا كلوز الأمريكية، الجامعة دي عملت دراسة، الدراسة دي أثبتت إن الناس اللي هي بتكتب أهدافها هي بتحقق 10 أضعاف الشخص اللي مش بيكتب أهدافه. يعني أنا بالنسبة لي عندي أهداف وإنت عندك أهداف، كلنا عندنا أهداف، بس أنا لو كتبت أهدافي قدامي في ورقة هحقق 10 أضعاف الشخص اللي زيي بس ما كتبش أهدافه. ليه؟ لأنه نسيها، ولأن حاجات كتيرة عطلته خلته ينسى اللي كان بيفكر فيه. طيب هنتكلم مع بعض برضو بطريقة أفيد، هنتعلم النهاردة او هنتكلم مع بعض النهاردة ازاي ان انا اكتب اهدافي. اهدافي اللي انا هحددها النهاردة معاكو هي هتكون اهداف عبارة عن اهداف قصيرة المدى اللي هي حققها السنة دي، يعني ايه اللي انا نفسي اعمله السنة دي، وبرضو هنعرف ازاي انت تلخص اهدافك دي وتحددها بشكل منظم. خلينا نشوف مع بعض يعني كروكي كده ونعرف مع بعض بالخطوات انت ممكن تعمل ايه السنة دي. اول حاجة لازم تعملها وبشكل جدي ان انت تجيب اجندة تكون مخصوصة للسنة دي، اجندة جديدة. ممكن تجيب الاجندة دي، ممكن تجيب حاجة اصغر، ممكن تجيب ورقة كبيرة، بس المهم ان انت يكون عندك لستة مكتوب فيها اهدافك. طيب هتكتب اهدافك ازاي؟ هنعرف مع بعض دلوقتي احنا ممكن نكتب اهدافنا ازاي ونقدر نوصل لها بكل سهولة ازاي. اول حاجة لازم تحطها في دماغك وانت بتحقق اهدافك او بتكتب اهدافك بتاعة سنة 2020، تبتدي ان انت يكون عندك الاولوية في ترتيب الاهداف، يعني تشوف فعلا بالظبط ايه اللي انت محتاجه وتبتدي ان انت ترتبه بالترتيب. مثلا عايز اجيب موبايل، تمام، الموبايل ده اولى ولا ان انا مثلا عايز اجدد الانتريه، عايز اظبط الحمام، عايز اعمل الكلام ده كله. كل واحد فينا بيختلف عن التاني وحياته بتختلف عن التاني ومتطلبات حياته بتختلف عن التاني. طيب عشان كده لازم يكون في اولويات، ما ينفعش اجيب الحاجه الرفاهيه او اولا ثم الحاجه الاساسيه، لا، عشان احس ان انا انجزت في الاهداف دي لازم احددها بالترتيب. تاني حاجه
لازم تكون اهداف مادية واهداف ملموسة مش اهداف معنوية. هتقول انا نفسي ربنا يوفقني واكون اغنى انسان والكلام ده كله واكون شخص طيب، لا، وكل ده طبعا دي امنيات داخلية. انما انت لازم تعمل ايه؟ لازم ان انت تحدد اهداف مادية، يعني زي ما قلت كده مثلا موبايل، موتوسيكل، ايا كان الهدف بتاعك. طيب تالت حاجة لازم يكون هدف واقعي. يعني ايه؟ ما تجيش تحلم تقول انا في 2020 ان شاء الله ربنا هيكرمني وهمثل وهغني وهعمل شغل جديد وبزنس جديد ومشروع جديد والكلام ده كله وهتفتح معايا على البحر. يا رب ربنا يكرمك، بس لازم تكون اهداف واقعية. ليه؟ عشان ما تخرجش من 2020 زي ما خرجت من 2019، ما انتش عارف انت رايح فين ولا عملت ايه ولا جاي منين. طيب تالت حاجة ان انت تكون اهدافك دي يعني مش اي حاجة وخلاص برضو، يعني معلش، يعني ايه، في حاجات كده انت هتموت لو ما عملتهاش، صح؟ اكتب الحاجات دي، يعني ان شاء الله لو هتاخد سنين، احنا بنتكلم دلوقتي عن اهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى اللي انت بتحققها من كذا شهر، شهرين، ثلاثة، لمدة سنة. دي الاهداف قصيرة المدى اللي انت هتشتغل عليها السنة دي، يعني عربية كتير قوي، موتوسيكل، موبايل محترم، تجدد شاشة، تجدد مش عارف ايه، تعمل ايه، حاجات اللي هي تقدر تحققها في سنة من غير مبالغة زي ما قلنا. تكون اهداف مادية، تكون متحددة. يعني الموبايل، انت عايز موبايل ايه؟ ما فيه 3000 موبايل. طب هتفرق معاك يعني لما اكتب لك نوع الموبايل؟ اه طبعا هتفرق معاك. انت ليه هتفرق معاك؟ انت كام مرة جالك فلوس وابتديت ان انت اول ما تمسكها في ايدك تنسى كل حاجة وتنسى انت كنت هتجيب ايه وكنت محتاج ايه؟ كل واحد فينا بيحصل معاه المشكلة دي. ليه؟ ما انتش محدد اي حاجة. تجي لك فلوس، هوب تصرفها، هوب تفتكر بعد ما تصرفها انت كنت عايز ايه، وتقول يا ريتني جبت ويا ريتني عملت ويا ريتني سويت. فهو كده، عايز اجيب موبايل، اجيب موبايل سامسونج كذا، اوبو اف 11 برو كذا، فاهم قصدي؟ طيب ايه تاني من الـ الشروط اللي انت تقدر تستعين بيها في اهدافك؟ زي ما قلنا كده هما دول. تكتب اهدافك، تنظمها، تشوف انت عايز ايه. انا مثلا كعلي اهداف 2020، اول حاجة عايز اجيب كاميرا نيكون. لسه بصراحة محددتش النوع هشتغل عليها، ان احنا دلوقتي لسه داخلين على السنة الجديدة. عايز اجيب كاميرا نيكون، لسه هختار بقى المواصفات والكلام ده كله وابتدي ان انا ايه اكتبها، عشان اول ما تجهز الفلوس ما ابتديش ان انا احتار وحد يسوحني لموديل تاني او موديل ارخص او موديل اعلى، ابتدي ان انا اتزنق او اجل. طب تاني حاجة مثلا التمرين، انزل اتمرن تاني جيم والكلام ده كله. تالت حاجة ان اطور من الهواية بتاعتي. طيب كلمة اطور من الهواية بتاعتي دي ملهاش اي قيمة بالنسبة لتحديد الاهداف. لازم احدد بالظبط انا عايز ايه، افصل، يعني انا عايز اشتغل على باب الهومر اللون الفلاني والفلاني، مثلا الوايت سايد والجريزلد والاسود كده، عشان لما اخرج من السنة دي حققت التلاتة دول انا كده ابقى مبسوط. طيب قليلين بس يعني انا محتاجهم بجد، محتاج ان انا اجيب كاميرا وعدة اضاءة والكلام ده كله، ده اول اهدافي في 2020. تاني حاجة ابتدي ان انا اتمرن. طيب اهم حاجة بقى ان انت تكون مترخ الكلام ده، يعني عايز اجيب الموبايل ده او الكاميرا دي هتاخد لها من واحد لواحد تلاتة، تلات شهور عشان اجيب الكاميرا، اتشقلب في التلات شهور دول عشان اجيب الكاميرا معايا. ده الهدف الاساسي، خلصته بيبقى منتهى السعادة لما اكتب صح وتم. تاني حاجة التمرين من واحد ل واحد اربعة، طبعا الاتنين مش هيتعارضوا مع بعض، فانت تبتدي ان انت ايه بعكس ما تسلم
جزء لجزء، عايز اجيب كاميرا، بعد كده عايز اجيب مش عارف تلفزيون، الكلام ده كله. فصدقني نصيحة اخوية، اسمع الفيديو ده وهات ورقة وقلم واقعد شخبط مع نفسك. بعد ما تشخبط وتفتكر كل حاجة انت كان نفسك تعملها، الغي حاجات وحط الاهم اهم منها، وابتدي ان انت تجمع حاجاتك بتاريخها بسعرها بكل حاجة فيها. بخصوصا بالسعر، لازم تسأل مثلا الكاميرا دي انا عارف ان هي تعمل 12,000 بالرينج لايت بالكلام ده كله، تمام؟ يبقى انا عارف التارجت بتاعي كذا. لو انت كتبت الكلام ده كله ومسقته بشكل حلو قوي وعلقته على باب الشقة، كل يوم وانت خارج هتشوف، كل يوم وانت داخل هتشوف. كسلت في يوم هيفكرك، حققته او حققت خطوة واحدة في يوم هتخليك سعيد جدا. اعمل اللي انا بقولك عليه ده وصدقني ان شاء الله سنة 2020 هتكون سنة مختلفة تماما. مهما كانت وعدت عليك، هتبتدي ان انت لو حققت جزء بسيط من الاهداف اللي انت كاتبها هتلاقي نفسك سعيد جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو بجد ياريت تشيره عشان يوصل لناس كتير. واتمنى تكون سنة 2020 سنة مليانة بالتفاؤل ومليانة بالاهداف الحقيقية لنا جميعا، ورب كل يحقق اهدافه في سنة 2020. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.